أيا منا أنا وأشقائي لم يشعل أي شيء عاطفته الأبوية. العصا أصبحت بمثابة توقيعه وشرع في ضربي وأشقائي بها قصاصا على أقل هفوة. يعني طبعا هذا من الكلام الموضوع، يعني الله يغفر له، هذا الكاتب يعني كتبت كلام يعني إضافة وأمور من هذا القبيل. لكن بالعكس، يعني الوالد لما كان يجي يعني كان هو من أول من يبادر بإيش، بأخذنا إلى أماكن الترفيه بالنسبة لنا، والبر، ونركب الخيل ويدربنا على الخيل، ويكون هو اللي بنفسه يركبنا الخيل. فكان من هذه الناحية يعني عطوف ورحيم جدا، يعني ويهتم بمصلحة أبنائه بشكل كبير جدا. لكن لا تنسى أن الحرب أخذته، يعني ممكن أذكر بيت شعر يصف المسألة لعنترة: وفي الحرب العواني ولدت طفلا، ومن لبن المعامع قد سقيت. فهذا يعني لا شك أنه إيش حصل، يعني تأثرنا بهذه الحرب وبوطأتها ومرها بشكل كبير جدا جدا، بحيث أن الوالد لم يكن يحضر إلا فترات بسيطة، ويرجع يتابع الأمور، ويرجع يدخل معارك، ويرجع أحيانا مصاب. فهذا الكلام اللي ينسب لك في كثير في هذا الكتاب للأسف، يعني حرف و يعني بدل بحيث يعني يسيء للوالد أو يسيء لنا بشكل عام، ولو أنه غير صحيح يعني.